السلام عليكم. شلون الصحة؟ السلام عليكم سيادة العقيد، شلون الصحة؟ مبارك. سيادة العقيد أول شيء عرفنا باسم حضرتك، عرفنا بنفسك. العقيد ياسر علي جوراني، مدير قسم جوازات العظمية. نعم. أهلا وسهلا بكم بدائرتنا، إن شاء الله اليوم نفتر سوا بروقة الدائرة ونشوفكم المعاملة وإجراءات المعاملة، المواطن شلون يطب الاستعلامات مباشر بالمعاملة لآخر مرحلة. شكرا لك، احنا راح نحاول إنه نشوف مواطنين الموجودين ونشوف إجراءات المعاملات. ملاحظات المواطن مهمة لازم نطلع عليها اليوم. منا ندخل له هاي هنا التسليم آخر مرحلة. هاي آخر مرحلة. ورا ما نكمل نرجع هنا. تدري حاليا بسبب الظرف اللي يمر به بلدنا العزيز بسبب جائحة كورونا، يعني اكو بعض الإجراءات الوقائية يعني المتبعيها، يعني تقليل الزخم، تباعد، كمامات، الكفوف، يعني هاي الإجراءات ان شاء الله. المراجعين عادي انه يدخل لازم لابس كمامات، يعني هاي من ضمن الإجراءات ان شاء الله. كفوف وتعقيم تعفير باستمرار، البارحة كانت عندنا حملة مال تعفير وتعقيم بالدائرة. والحمد لله يعني ماشي الحال. ايش قد نقدر نقول الزخم اللي عندك، عدد المعاملات اللي توصلك يوميا، يعني اعداد المواطنين اللي يصدرون جوازات؟ حاليا ما عندنا زخم الحمد لله، يعني اكو سلاسه بالعمل، انسيابيه بالعمل، يعني تقريبا من 80 الى 100، مرات توصل 100 150، ما عندنا زخم يعني مسيطرين على العمل. يعني ال 100 معامله تعتبر بالنسبه لكم يعني شيء بسيط؟ بسيط منجز بسهوله يعني خلال يوم واحد. خلال يوم واحد، ثاني يوم يستلم المواطن الجواز. من نفس الدائره؟ من نفس الدائره. نعم. اذا نريد نشوف القاعه اللي بها المواطنين، هذه يمكن؟ طبعا احنا تدري توجيهات المراجع. نعم. السيد وزير الداخليه، مدير الاحوال المدنيه والجوازات والاقامه، السيد مدير شؤون الجوازات مستمره خصوص تبسيط اجراءات المواطنين ذوي الجرحى، الشهداء، المرضى، المعوقين، حالات انسانيه موجوده اكيد مستمره يعني. فعلا على الاستعلامات اول ما يدخل المراجع على الاستعلامات الداخليه يسجل المعامله هنا، ينطي رقم كابينه واحد من الضباط ويباشر صوره الكترونيه بصمه حسابات، بعدها يقطع يكمل والختم الثالث ويتوجه المواطن، يعني اجراءات سلسه وبسيطه. احنا نريد اول شباك اللي يستقبل المواطن بعد ما يسجل بالاستعلامات، اذا امكن ضباط كابينه واحد، كابينه اثنين، ثلاثه، يكون نفس الاجراء، ياخذ صوره بصمه بعدها يتوجه الي اوقع له المعامله ويتوجه يغادر الدائره المواطن ما عنده شيء. طيب احنا راح نتحدث ويا الاخ الملازم اول هنا. هو يمكن هذا اول شباك يوصل المراجع له، شباك الاستعلامات اللي يتم من خلاله. الاستعلامات يحدد له رقم المواطن، رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثه، فهاي الشباك المراجعين الخاصين بشباك رقم واحد تقدر. نعم.